اموال، وهاي اموال هي اموال البصره. احنا اليوم اقتصادنا ريعي نعتمد على نفط البصره. جهود الحزب وال بس اسمح لي هسه اذا سدينا الكاك مال الفلوس تقدم يقدر يسوي اعمار. هذا موضوع مهم يعني. اليوم انت تعيرنا بمال البصره ما عيرك، احنا ما عيرك. انا العراق كله اليوم عايش على هذا الموضوع. انت يوم لا لا مو بطاحين، يوم ليكون يوم ليكون يوم يوم ليكون المحافظه منتجه وتعتمد على انتاجها هي. بس اسمح لي استاذ، انا اليوم بلطت شارع تحسب علي اذا استغل حق العكاز ما امون العراق كله. طبعا بدي اقول لك اني هسه انت هسه جيت وياي المنافذ الحدوديه اليوم ما تمون العراق. اليوم اليوم انت روح استقل المنافذ الحدوديه تمون العراق لو لا. احنا اليوم احنا المنافذ بغداد للكل والانبار للكل. يعني انت تكتفي بمنافذ الحدوديه لك تكفيك هاي محمود؟ صلي لي على المصطفى ما تكفي، صلي لي على النبي. انا حتكفي ما وقع عندي وقت خلاص. عشر ثواني شيخ ابراهيم. احنا عراق واحد موحد بالشمال الجنوب. احسنت والله. احنا اليوم ما نرمز الحزب. انا هم كذا اقول لك، انا انت هسه من حكيت قلت لك الفتح الجوي او هم الحشد الشعبي قلت الدماغ كلها العراقي. احنا ما ناكل اليوم انت بتنجز. بس احنا موضوع اقتصادي وامني. انا باع من الانبار ومن المؤيدين والمساندين لبقاء السيد الحلبوسي رئيس برلمان. بس اسمح لي بس اسمح لي، احنا لو نضل نذب عليه كله السيد الحلبوسي السيد الحلبوسي. اكو رجالات بالمحافظه اشتغلوا وعندهم مساعدته، لكن اني من المؤيدين لان يبقى لانه هو ابن الانبار ويكون رئيس برلمان العراق. شنو المشكله يجيك واحد اخر من اي محافظه من اي مكان ما يخالف، بس هاي شوي عندنا احنا بها. اليوم موضوع رئاسه البرلمان هو رئيس برلمان العراق وليس الانبار. يلا تفضل. اليوم رئيس البرلمان يدافع ويعمل للعراق ككل وليس لمحافظه. اليوم انتم منتجون تقولون السيد الحلبوسي السيد الحلبوسي من جزء الانبار. من الانبار انا شوف من جزء الانبار. هاي انت تزخر من حجم رئيس البرلمان. يعني انت هذا ما بقى عندي وقت. اليوم احنا من تكلمنا عن مجلس الانبار، الانبار مرت بحرب وتدمرت وعرفت الموصل مره. شيخ ابراهيم تريد 10 ثواني حتى كركوك مرت كلها مرت. ابو يوسف واحد اثنين انا احسب لك. لا لا ابو يوسف عليك العباس ابو فاضل ما تطلع بتصريح وتخلصنا. عمي انت ما منجز، انت مشارك بالانجاز، انت مشارك يا ابو يوسف بالانجاز وعلى راس السيد الرئيس. بعد هو طبعا انت مو تريد تحسب كل الانجاز قبل التاهل او بعد التاهل؟ ها قبل التاهل او بعد التاهل؟ لا خلينا نطلع بلاطك. انت كل شيء مالك حتى الشارب اللي يطير. لا خلينا نطلع بلاطك. صارت بها لا ما هي مال التاهو. انا اشكر انا اشكر انا اشكر اشكر انا اشكركم جزيل الشكر. انا اشكر انا اشكركم جزيل الشكر ضيوف الكرام الاستاذ محمود الحياني والشيخ